نعدي نسحب فلوس من الاي تي ام عشان اجيب الدواء بتاعي. واي تي ام ليه؟ طب ما تشتري بكارت ان اس جي بي فيزا الكترون، ما الفلوس فيه اصلا. ايه ده بجد؟ يعني انا اديله الكارت بس كده مش محتاج اسحب فلوس؟ من فضلك هاخد ده وهدفع بكارت ان اس جي بي فيزا الكترون. هو انت مش كنت عايزه شامبو؟ انا معايا كارت ان اس جي بي فيزا الكترون، اشتري اي حاجه. الان مع كارت ان اس جي بي فيزا الكترون اشتري كل اللي نفسك فيه مباشره ومن اي مكان. كارت ان اس جي بي فيزا الكترون امن، اسرع وراحه بال. البنك الاهلي سوسيتي جنرال ان اس جي بي، مع نبني روح الفريق.